قال مستشار النمسا كارني هامر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى التزاما بواردات الغاز الطبيعي للخارج وكذلك استعدادا لتبادل الأسرى مع أوكرانيا. وقد اتهم بوتين أوكرانيا بتخريب عملية التفاوض مع روسيا بحسب بيان الكرملين. وأبلغ بوتين المستشار النمساوي بالإجراءات التي تتخذها موسكو لتأمين ممر آمن للسفن من بحر أزوف والبحر الأسود. كما قال بوتين إن الغرب يعادي روسيا بشكل واضح وإن حكومته ستعمل على سد حاجات المواطنين الغذائية التي تراجعت إثر العقوبات الغربية. وأضاف خلال كلمة في لقاء افتراضي للمجلس الاقتصادي الأوراسي أن موسكو تدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر إضافة إلى تكامل اقتصادي مع الإمارات وتعمل على اتفاقية مع إيران. ندعم اتفاقية مناطق التجارة الحرة مع إيران. هذه الاتفاقية ستحل محل اتفاقية 2018 ولغاية توقيع اتفاقية جديدة. ندعم تمديد الاتفاقية المؤقتة. نريد أيضا تكثيف المحادثات حول توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر وأخرى اتفاقية تكامل مع الإمارات العربية المتحدة. لن تبرح هذه الناقلة مكانها. ما تحمله من قمح إلى أصقاع الأرض لا يزال رهينة بيد المتحاربين وحسابات الساسة. أوكرانيا التي أضحت موانئها خارجة عن سيادتها يمنعها حصار الجيش الروسي من تصدير حبوبها إلا بشروط اختصرتها موسكو في رفع العقوبة المفروضة عليها تجنباً لأزمة غذاء عالمية، ملقية باللائمة على الدول الغربية التي اتهمها المتحدث باسم الكرملين بمنع استئجار السفن وتصدير الحبوب، شرط عدته كييف ابتزازا في العلاقات الدولية ووصفته لندن بمحاولة روسيا فرض فدية على العالم واستخدامه سلاحا في حربها على أوكرانيا. البيت الأبيض قال إنه لا يجري أي محادثات بشأن تخفيف العقوبات على روسيا من أجل ضمان استئناف صادرات القمح. على الساحة الدولية تبحث مبادرة رئيس الوزراء الإيطالي عن تفاعل ربما يخفف من حدة أزمة غذاء في العالم تتفاقم متسببة في ارتفاع متواصل للأسعار. العقوبة الدولية على روسيا وحرب الأخيرة على أوكرانيا عطلت سلاسل إمدادات القمح في العالم والسلع المرتبطة بها، فالدولتان تنتجان معا 30% من هذه الإمدادات، إلا أنه لا يصل منها سوى القليل وفق إحصائيات رئيس المفوضية الإفريقية، إذ يظل هؤلاء أول ضحايا أزمة الغذاء في العالم وآخر من تصلهم ربطة الخبز. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن حوالي 12 مليون أوكراني أصبحوا نازحين في بلادهم وأكثر من 5.5 مليون أصبحوا لاجئين في الخارج. وأضاف أنه يحاول منذ أسابيع إجراء حوار مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين رغم وجود معارضة قوية داخل البلاد. واتهم زيلينسكي القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحرز تقدما بطيئا وتدريجيا لكنه ملموس في منطقة دونباس شرقية أوكرانيا. وعبر جونسون عن خشيته من مواصلة بوتين التقدم هناك بتكلفة باهظة على نفسه وعلى الجيش الروسي، مؤكدا في الوقت ذاته على وجوب الاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريا. أعلنت سلطات ما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أن قواتها بسطت سيطرتها الكاملة على مدينة ليمان الاستراتيجية في إقليم دونباس شرقية أوكرانيا. تستفيق تاتيانا مع سكان خاركيف على صوت القصف ومشاهد المصابين والقتلى. إنها الحرب في شرق أوكرانيا تصل إلى أعنف مستوياتها مع تحريك روسيا لترسانتها العسكرية إلى منطقة دونباس. القتال في الشرق وصل إلى حده الأقصى. قوات العدو تقتحم مواقعنا من عدة اتجاهات بشكل متزامن. أمامنا مرحلة صعبة وطويلة من القتال. العدو انتهج كل الوسائل للاستيلاء على أراضينا وتطويق قواتنا. يحصي حاكم المدينة القتلى والجرحى، بينهم أطفال.
طالتهم قذائف القوات الروسية. فيما يتحدث الرئيس زيلينسكي عن إبادة جماعية في دونباس وقعها رجال بوتين. في المدن والمناطق القريبة من الحدود مع روسيا بما فيها مناطق دونيتسك ولوغانسك يرتكب المحتلون الجرائم ويوقعون القتلى والجرحى، كما يعملون على ترحيل شعبنا ويمارسون القتل الجماعي للمدنيين. هذه سياسة واضحة للإبادة الجماعية التي تقوم بها روسيا. هنا تحت أرض المدينة وفي أروقة المترو يحتمي المئات من الأوكرانيين من طائلة القصف، أغلبهم من أصول روسية. فالمدينة كانت أول عاصمة للجمهورية السوفيتية الأوكرانية قبل انتقال العاصمة إلى كييف سنة 1934، لكنهم اليوم في الجهة المقابلة لبوتين. إنها مسألة وقت ويكتمل طوق السيطرة على كامل المقاطعة الشرقية لأوكرانيا، حتى أن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين يتحدث عن ضرورة إنشاء هيئات حكومية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا شرقا. من المهم بالنسبة لنا أن نساعد الجزء المحرر لبناء هيئات حكومية، وهذا في الواقع من أجل دعم حياة السكان في هذه المناطق ولبناء الاقتصاد. يجب أن يكون هناك نظام إدارة جديد. يسطر بوشلين مخططه الموالي لمخططات بوتين، وتسطر خطوات سكان خاركييف طريقها خارج المدينة المنكوبة، فيما تتحرك الدبابات الروسية مجددا نحو امتدادات أكبر. بات التلفزيون العربي أول قناة عربية تدخل إلى مفاعل تشيرنوبيل النووي في أوكرانيا بعد انسحاب الجيش الروسي منه نتيجة معارك طاحنة مع القوات الأوكرانية. وجاء الانسحاب الروسي بعد 36 يوما ومصادرة معدات وأجهزة حساسة ومعلومات مهمة ترصد حالة الإشعاع النووي في المدينة. بين الإشعاع النووي والغبار الذري من هنا مر الجيش الروسي، وفي غابات تشيرنوبيل التي منع الدخول إليها منذ 36 عاما عقب انفجار مفاعل تشيرنوبيل النووي الشهير، حفر الجيش الروسي خنادقه، فدقت المراصد والمختبرات العالمية ناقوس الخطر بعد تسجيل تزايد النشاط الإشعاعي في هذه المنطقة 20 ضعفا عن الحد الطبيعي. أنا أعمل هنا منذ عام 94، والكل يعرف ماذا حدث في تشيرنوبيل. الكلمة نفسها تعني الإشعاع. لم يسمحوا لنا بالبقاء هنا، لكن الغزاة جاءوا للقتال ولم نحذرهم من البقاء لكي يتعرضوا إلى الإشعاع. الجيش الروسي كان يعرف ما يريد، حيث دخل خبراء روس إلى مختبرات وضعت خصيصا لرصد الإشعاعات وصادروا منها معدات وحاسبات ومعلومات بالغة الأهمية، الأمر الذي عطل عمل هذا المختبر، لكنه ظل يرصد حالة الإشعاع التي تبدو أنها ما تزال مرتفعة حتى الآن. تكنولوجيا المختبر لم تعد قادرة على العمل بعد سرقة أجهزة الكمبيوتر، وتقدر الخسائر ب6 ملايين يورو، ونحن بحاجة إلى جميع البرامج التي سرقت، ونحن ننتظر المساعدة في إعادة عمل هذا المختبر. الجيش الروسي دخل كذلك إلى المفاعل رقم 4 وبقية المفاعلات التي أغلقت قبل 20 عاما. تبرر موسكو اجتياحها للمفاعل النووي باتهامها كييف بالعمل على إعادة نشاطها النووي المتوقف منذ ربع قرن. الإشعاع النووي عدو مختبئ تحت كل ذرة تراب هنا، لا يرى ولا يسمع له صوت. كل العالم يخاف منه، ولا يجرؤ أقوى جيش في العالم أن يجرب نشاطه إذا انبعث من جديد. من أمام معمل تشيرنوبيل النووي، ضياء الناصري، العربي. ويبقى معنا ضياء لكن من كييف، ومعنا من موسكو مراسلنا محمد حسن. ضياء، حديث الرئيس زيلينسكي المتكرر عن مساعيه للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء حوار مباشر، هل يفسر ما أسباب إخفاقها حتى الآن؟
يعني منذ عدة أيام هو يتحدث عن إمكانية حصول هذا التوافق أو هذا اللقاء، وتحدث في أكثر من مرة قال أن الاتفاق لا بد منه ولكن ليس الآن. طبعا ضمن شروط زيلينسكي للتفاوض هي إخلاء الأراضي الأوكرانية وانسحاب كامل القوات الروسية من أوكرانيا، هذه الشروط الرئيسية طبعا، وإعادة الحال إلى ما قبل 24 شباط فبراير الماضي. هذه الشروط رفضتها موسكو بكل الأحوال. ربما زميلي سوف يتحدث بشكل مفصل من موسكو عن هذا الموضوع، ولكن بنفس الوقت هناك انتقادات أوكرانية متكررة. اليوم ما ذهب إليه السفير الأوكراني في ألمانيا دومينيك وتحدث عن انتقاد موجه إلى برلين، قال أن برلين خذلت كييف، خذلت الأوكرانيين بعدم إرسالها شحنات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا. وطبعا هذا هو ليس الانتقاد الأول بالاسم، إنما هو الثاني خلال الأسبوع. وطبعا بقية المسؤولين الأوكران ومسؤولين في الخارجية الأوكرانية وأيضا مستشاري الرئيس زيلينسكي يتحدثون صراحة أن بعض الدول الغربية تخذل أوكرانيا ولا تتعامل مع أوكرانيا كما ينبغي من وجهة نظرهم، ويعتبرون أن بعض الدول الغربية وبعض الإعلاميين وبعض الناشطين دون أن يسموا هؤلاء الأشخاص يعتبرونهم هم عملاء إلى الروس بحرفية الكلمة، ويقولون أنهم يتقاضون أجورا وتحت تأثير التدخل الدبلوماسي الروسي، وبالنتيجة لا يتعاطون بشكل إيجابي. طبعا بالمقابل هناك دول تعتبر وسط أو متعاطفة بشكل كامل مع أوكرانيا كبريطانيا وغيرها. وما ذهب إليه اليوم الرئيس جونسون الرئيس البريطاني عندما دعا إلى تشكيل تحالف أوروبي جديد بعيدا عن التحالف الأوروبي يضم بريطانيا وأوكرانيا بشكل أساسي لمواجهة يعني الاحتلال أو الجيش الروسي في أوكرانيا. نعم، على ذكر القادة الأوروبيين محمد، في موسكو كان هناك اتصال بين الرئيس بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي والمستشار النمساوي، وهناك الحديث المتكرر كما أشرنا مع ضياء في كييف إلى رغبة زيلينسكي في التواصل مع بوتين. هل الرئيس الروسي ليس بوارد شيء كهذا حاليا؟ الرئيس الروسي أو الموقف الروسي إجمالا سمعناها كثيرا على لسان المتحدث باسم الكرملين، لا ضير في اجتماع مباشر بين بوتين وزيلينسكي، ولكن هذا الاجتماع يجب أن يحضر له بشكل جيد. هذا ما قاله حرفيا المتحدث باسم الكرملين، ويعني وفسر كلماته بأن التحضير بشكل جيد هو تحضير وثيقة يتوجه الرئيسان للإمضاء عليها أو للتوقيع عليها، وليس للتفاوض أو لخوض أي مفاوضات، لأن هناك وفود مفاوضة بين الطرف الروسي والأوكراني. كانوا يتفاوضون أولا على حدود أوكرانيا مع بيلاروسيا، ثم انتقلت هذه واستمرت هذه المفاوضات عبر تقنيات الفيديو، وبعدها كانت هناك جلستين في تركيا، وآخر جلسة في تركيا في 29 من مارس الماضي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فعلا تم التوصل إلى بنود، هذه البنود وافقت عليها، يعني كان هناك نوع من الارتياح لها والاتفاق عليها من قبل الطرفين، وكان يعني يمكننا تلخيص هذه البنود بانضمام أوكرانيا فعلا إلى الاتحاد الأوروبي، عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ضمان أو وجود دول ضامنة لأمن أوكرانيا، 10 دول منها الأعضاء الخمس في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا وتركيا وبولندا ودولتين آخرتين، وبالإضافة إلى كل هذا يعني هذه الضمانات لا تشمل منطقة الدونباس وهي لوغانسك ودونيتسك التي لم تعترف بهما سوى
وروسيا والاعتراف بالقرم كأرض روسية ولا يمكن الحديث عنها. هذه الشروط التي تم التوصل إليها في 29 من مارس الماضي في اسطنبول، بعد 10 أيام تراجع عنها الوفد، تراجعت عنها أوكرانيا. قبل 10 أبريل كان الموقف الأوكراني على أنه الصمود في وجه السلاح الروسي. بعد 10 مايو أبريل الماضي تحول الموقف إلى أنه سوف تحارب أوكرانيا حتى استرجاع كامل الأراضي بما فيها الدونباس والقرم. هذه التصريحات التي بدأت تسمع هنا من كييف على لسان الرئيس الأوكراني زيلينسكي بدأت تفسر على أن الغرب سيدعم أوكرانيا حتى يعني حرب طويلة الأمد وسيمدها بالسلاح، وبدأت يعني تهيئة الرأي العام الروسي على أنها عملية عسكرية ستستمر طويلا. الجديد فيها ربما هو أن الجيش الروسي أو الجيش دونيتسك ولوغانسك والجيش الروسي معهم حصنوا مواقعهم العسكرية في لوغانسك ودونيتسك على أن يكون هناك خط جبهة جديد، تكون الأعمال القتالية على طوله وليست متوغلة في كامل الأراضي. ولكن أين سيمر هذا أو خط النار هذا؟ هذا هو الموضوع المطروح الآن، هل سيتوقف عند لوغانسك ودونيتسك أم سيشمل كامل الجمهوريات أو عفوا المقاطعات الجنوبية لأوكرانيا، خيرسون امتدادا إلى أوديسا ومنها إلى مولدوفا برينستروفيا التي أيضا شهدت بعض القلاقل القريبة من أو القريبة طبيعتها من الأوكرانية، حيث هناك أيضا توجد قومية روسية، قوات حفظ السلام روسية، وبدأت هناك بعض المناوشات العسكرية التي سرعان ما هدأت حتى الآن ولكن يمكن أن تشتعل في أي وقت آخر. لذلك الآن الحديث عن لوغانسك ودونيتسك، قبل أيام وقع الرئيس الروسي مرسوما يمنح الجنسية الروسية أو يسهل الحصول على الجنسية الروسية لسكان خرسون، هل سيكون بعدها أيضا تفاوض حول خرسون أو أنها أيضا يقال أو هذا الحديث موجود في الشارع في أوساط الخبراء والمعلقين أنها قد تكون خطوة انضمام أخرى أو على الأقل إعلان جمهورية من طرف واحد أيضا تعترف بها روسيا أو تتركها ورقة للأيام القادمة؟ هكذا يبدو المشهد إجمالا من هنا من موسكو. شكرا جزيلا محمد حسن في موسكو وضياء الناصري في كييف.